حل الصندوق واشبط منه فرار خضراء سلسلة تفضلي فيها خمسة واحكي لها القصة بالتمام احكي لها القصة بالتمام وهي تعلم وتسلم وتعلم وهو يحكي قال لها شوف يا هبة غدوة غيبة الحال نديك عن أهلك وغاشيك وهكذا كيما الحال وكيما ديال الدار وغيبة الحال أخرج السبع قدامها بنتها شو حتى وصلوا عند الواد كي وصلوا عند الواد اتلفت ليها وقال لها يا هبرة قال لها أنا منا ما نزيدش قال لها راك تشوفي ديك القيطنة تما راهم أهلك وبني عمك روحي يا بنتي راكي في اليمن عن قاتها هبرة وصلت وبقات بها الأخير كي وصلت لقات بها ولقات أمها ولقات عمومها وخمالها داروا واحدة معروف سبع أيام وسبع ليالي يقول من استتاركم يا بني عمي الله يحضركم يا المؤمن والوامين السبع تلقى في الغابة ديما مقروص ما ياكل ما يشرب الهيشة اللي تفوت يقول لها مالك يا سيدي راك مريض يقول لنا ما عندي والو يا سيدي إلا توحشت بنتك روح شوفها السبع قاعد تقول الحق علاه ما نقدرش انا نزور بنتي بالك نشوفها وكان شمغل ريحة تاعها السبع كالعادة والعبيد راح جاب حنة حنة وغابلها كيف صار عند الواد الشمس بدات تلح السبع قاعد يقول مع راسها انا مادامني وصلت حتى للواد والليل غادي يطيح انا علاه ما ندخلش لقيتنا بالك نشوفها بالك نلقاها ودخل السبع وبقى يكبد من خيمة لخيمة من خيمة لخيمة من خيمة لخيمة من خيمة لخيمة حتى وصل عند واحدة الخيمة وكانت فيها هبرة مع أصحابها ديك الليلة سهرانين وفي الهبرة متذاكرين السبع خدم كي تما وقعدوا البنات ها هبرة احكي لنا كيف كنتي عايشة مع باك السبع ايه قالت لهم باك السبع رقبة وبو السبع ما خصني حتى خصاص وبو السبع يدير الحنة في العيد العواشير ما نعرف برد ما نعرف ريح ونلبس غير الحرير لكن بصح هو في الحاجة ما مش ريح اشتهي ريحة السبع يسمع هذا الكلام كل واحد ركبة عبرة احنا بغى يجي سبع أيام وسبع أيام ما كان ما شاء الله بعد عاود ولا وبعد السنة في هبرة عند الولد درك تجي درك تجي درك تجي حتى جات البنت تزقي كما العادة والعوية خي هي قربت عند الولد